منتجع حلقتنا النهاردة من فنادق ومنتجعات كل تلات، هو واحد من أجمل منتجعات مدينة مرسى علم المناسبة للإقامة العائلية وأجازات الهانيمون فئة الخمس نجوم. اعرف فندق في فنادق ومنتجعات كل تلات مع منفيس. فيروز بلازا بيتش ريزورت هو واحد من أجمل منتجعات مجموعة 3 كورنرز، فئة الخمس نجوم للخدمات الفندقية الراقية والإقامة المريحة الفخرة في مدينة مرسى علم. وبيقع المنتجع على بعد 5 كيلومتر بالسيارة من مطار مرسى علم الدولي، يعني في سهولة الوصول مش هتلاقي أحسن من كده. ده غير خدمات الباركنج المجانية ومميزات الخدمات الفندقية اللي هتبدأ معاها رحلتك من بداية وصولك للمنتجع، فانت هتلاقي فريق كامل وعلى اعلى مستوى من الكفاءة في استقبالك علشان يساعدوك في الانتهاء من اجراءات تسجيل الوصول، وتقدر كمان تنظم برنامج اجازتك الترفيهي وتتضمن انك هتقضي اجازة منظمة ومريحة من خلال خدمات الكونسيرج الخاصة بالمنتجع. وعلشان نتكلم عن الاقامة الفخرة والمريحة فهنحتاجك معانا في جولة سريعة نتعرف فيها مع بعض على غرف واجنحة المنتجع المتنوعة، وخلال جولتك هتلاقي مجموعة مميزة من وحدات الإقامة المصممة بتصميمات عصرية وأنيقة، وهي كمان مكيفة ومجهزة بكل لوازم الإقامة المريحة من شاشة تلفزيونية اللي هتسلي وقتك، وهتلاقي كمان دولاب خاص بيك علشان تحافظ على ممتلكاتك الخاصة، بالإضافة لوجود منطقة مخصصة للجلوس داخل الغرفة ومعها كمان ميني بار وكل اللي ممكن تحتاجه لو حبيت تعمل لنفسك فنجان قهوة دافي ولذيذ. ده غير الحمام الفاخر الملحق بالغرفة واللي بيكون مجهز بكل لوازم الاستحمام الضرورية ومعاهم كمان مجفف للشعر. ومن كرم الضيافة في منتجع فيروز بلازا بيتش هتلاقي عالم متنوع من النكهات علشان تختار براحتك الأكل اللي نفسك فيه وتستمتع بمذاقات المطاعم المختلفة من النكهات العالمية والمحلية الشهية، بالإضافة لبارات المنتجع الأنيقة اللي بتوفر لك تشكيلة لذيذة من المشروبات المتنوعة. وعلشان تستمتع بتجربة ترفيهية مبهجة فالمنتجع بيوفر لك أجواء رائعة للترفيه والإنتعاش من خلال الفئات المتنوعة من حمامات السباحة والأنشطة الترفيهية المختلفة اللي هتعيش معها أسعد الأوقات وأجمل الأمسيات، بالإضافة لوجود منطقة ألعاب للأطفال علشان يستمتعوا بوقتهم مع الألعاب المسلية وبرامج الترفيه الشائية. وتقدروا كمان تقضوا وقتكم على شاطئ المنتجع وتستمتعوا بإطلالة جميلة لواحدة من أجمل الشواطئ الرملية الناعمة في مرسى علم، ده غير الشمسيات واللوينشات الشاطئية المريحة اللي هتخليك تعيش أوقات ملهاش مثيل من الاستجمام وتستمتع معاها بجمال الشمس والرملة والمية ونسمات الهواء الرقيقة النقية. وبالنسبة للخدمات الخاصة بالصحة واللياقة البدنية فمنتجع فيروز بلازا بيتش بيضم صالة رياضية واسعة ومجهزة بمجموعة حديثة من الأجهزة الرياضية واللي تقدر تنضم ليها بكل سهولة لو كنت حابب تنشط عضلاتك شوية، وأكيد بعد اليوم الطويل من اللعب والترفيه هتحتاج لجلسات مساج لطيفة مع جرعة من الاستجمام الخيالية وجلسة من جلسات العلاجات الحرارية اللي هتشحلك طاقتك من جديد وتساعدك تكمل أجازتك بكل نشاط وحيوية. وكل الحاجات الحلوة دي هتلاقيها وانت في منتجع 3 كورنرز فيروز بلازا بيتش. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واستنونا في كل جديد من مقترحات فنادق ومنتجعات كل تلات مع منفيس.